باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. نتابع دراستنا في سفر الملوك الاول والاصحاح العاشر. سليمان فاضل له في سفر الملوك اصحاحين كمان، الاصحاح ده والاصحاح العاشر كمان، الاصحاح الحداشر كمان. الإصحاح ده هو إصحاح المجد والعظمة، المملكة الضخمة جدا، البهاء الذي لا يوازي بهاء، لكن في مقابل كل ده هنشوف إن ده كله ارتباط بالأرض وليس ارتباط بالسماء. ولما تقرأ الإصحاح ده تدركوا وتفهموا ما قاله سليمان: باطل الأباطيل كل باطل، وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. لأن المجد والبهاء اللي وصله سليمان لم يكن مثله أحد. الموضوع هنا في الإصحاح ده بيتكلم في أكتر من موضوع، بيبتدي بموضوع في كلام كتير وفي مناقشات كتير، هو ملكة سبأ. ملكة سبأ، ملكة سبأ أو مملكة سبأ أو مملكة التيمن. المملكة دي أو الإمبراطورية ديت كانت موجودة من القرن الاثناشر قبل الميلاد وانتهت في القرن الثاني الميلادي، يعني ببداية القرن الثالث كانت انتهت مملكة سبأ. كده متهيألي يعني ايه؟ لا كده محتاج نصغره مش نكبره. كلام مقطوع، كلام مقطوع. طيب ايه حكاية ملكة سبأ دي وما هي سبأ؟ الموضوع ده موضوع كبير لأن دي حضارة زي الحضارة الفرعونية والحضارة البابلية والأشورية، وحضارة استمرت لمدة 14 قرن. هتلاقوا كلام كتير قوي بس أنا هحاول أخدكم على الحاجات البسيطة والسهلة، لأن ملكة سبأ دي من الحاجات اللي ذكرت في العهد القديم وذكرها السيد المسيح في العهد الجديد وذكرها الإسلام في سورة النمل، ملك الملكة بلقيس التي جاءت لتزور سليمان. هل ملكة سبأ هي بلقيس ولا لا؟ الله يعلم. لكن مملكة سبأ دي كانت امتدت وازدهرت، فأخذت الهلال الأخضر الخصيب اللي هي المسافة اللي بين العراق والسعودية، وكان خدت الجنوب بتاع الجزيرة العربية كله، وخدت أثيوبيا. أصلها فين بقى؟ كل واحد بيقول. عشان كده السيد المسيح لما جه يقول قال حاجة جميلة جدا، يعني أنا بعد ما قريت الضيلمة اللي على مملكة سبأ دي، قول المسيح قال ملكة الإيه؟ تايمون، يعني الجنوب. تاخدها في أثيوبيا، تاخدها في اليمن، خدها مطرح ما تاخدها، هي فين؟ في الجنوب. الملكة دي ما فيش شك انها كانت ملكة في مملكة وحضارة رائعة جدا. ان الف قبل الميلاد تبقى واحدة ست هي اللي ملكة، ده شيء مش عادي.
يعني ده يوضح قد ايه ان الحضاره دي كانت حضاره متقدمه جدا، وانها عرفت يعني ايه الايكواليتي بين الايه بين البشر. كل واحد خدها، وتقروا في كل كتاب يحكي لك حكايه. لغايه دلوقتي ما فيش حاجه 100% لان الكرونولوجي بتاع الملوك مفقود. فلو ابتدينا بالناس الاثيوبيين، الاثيوبيين بيقولوا ان ملكه سبأ دي ايه حكايتها؟ ان عمها كان هو الملك، الملك هدهاد. وبعدين الملك ده كان عنده ابن ملك بعديه، ولما ملك بعديه كان ابن كان فاسد. فهي راحت تزور ابن عمها، فحاول يعتدي عليها، فامرت الخدام والعبيد بتوعها ان هم يقتلوه. وطلعت لرؤساء الشعب وقالت لهم ملككم فاسد وانا قد قتلته. فقالوا له انت كلك حكمه، انت ملكتنا. وبالطريقه دي هي ايه ملك. جه بعد كده بقى بيقولوا الاثيوبيين ان جه منها واحد اسمه منك، وبيقولوا بس طبعا الحته دي مش خالص يعني، بيقولوا انها لما زارت سليمان هي طلبت حاجات من سليمان كتيره، من ضمنهم طلبت منه عيل انها تخلف منه يعني. فان هو رجعت وخلفت عيل، والعيل ده اللي الاثيوبيين بيسموه العرش بتاعهم هناك يسموه العرش السليماني. وجه واحد في القرن الاثناشر الميلادي، يعني كانت المواضيع دي كلها انفضت لان المملكه دي انتهت في نهايه القرن الثاني، فتخيلوا بعد 10 قرون عمل كتاب سماه مجد ملوك الحبشة، وقال فيه بقى حكاية ان هم من سلالة سليمان. وطبعا دي دخل معها بقى موضوع تابوت العهد اللي هم بيقولوا عندهم، وكل بقى ايه القصص دي. ده ايه الاثيوبيين. الجماعة التانيين بقى بيقولك ان هي بلقيس، وان هي ملكة اليمن، وان الحضارة كان اساسها في الحتة دي، وان هي بنت سد اسمه سد مأرب، وده لغاية الوقت الاسم ده موجود، وما زالت الحضارة الباقية من مملكة سبأ موجودة اكتر في اليمن. وجوم لغاية الدولة الحميرية بعد كده دمروا، لا ده مش بهزر، هم اسمهم كده الحميريين، قضوا دمروا المملكة بتاعت أي حاجة من كل ده على عيني وراسي. لكن هو كل اللي يهمني في الموضوع إيه؟ إنها ملكة على رأس مملكة في منتهى الإيه؟ الرقي والتقدم، ولها عيون في العالم كله. ما كانش فيه إنترنت، يعني هي ما قعدتش كده تعمل جوجلينج وتشوف سليمان ده إيه ولا كان حكايته إيه. ده ناس التجار اللي هو تعرفين سليمان كان عنده الأسطول بتاعه، الأسطول اللي عامله مع حرام ملك سور، فالناس دي كانت بتمشي في البحار، فكانوا بيروحوا هناك لأن المنطقة دي سواء اليمن أو الحبشة مشهورة باللبان وبالمر والبن طبعا، فهم كانوا يروحوا الحتة دي يجيبوا. فكانوا الناس يسألوا مين دول. فابتدت تسمع على إيه سليمان. جزء منها من اللي يورين لانها يعني انسانه كويسه وفاضله، انها فكرتني باباء البريه. في ايه؟ لما اسمع عن قديس اروح استفيد منه، اروح ادور اقول له انت عندك ايه انا ما اتعلمتوش فاستفيد منه. فدي كانت صفه جميله في الملكه ديت، انها لما سمعت عن سليمان مش قالت ان ده يمثل خطر عليا، ولا انا اروح احارب مملكته، ولا ان انا زي ما احنا كده بنغير من بعض يعني. لكن ديت، وبعدين اوعوا تفتكروا انها خدت طياره ولا الخطوط الجويه لاي حاجه، ده كانت راكبه على جمل، بس عندها حاجه اسمه الهودج الملكي. هودج الملكي ده زي السويت كده يعني، جناح، جناح، هي قاعده ايه والجمل عمال ايه، لانها جايه واخدها، لو جايه من اليمن جايه من اثيوبيا هتبقى خدت شويه بحر يعني، whatever هي جايه ايه منين. الشيء العجيب بقى ان الست دي كانت بتعبد ايه الشمس،
وكان عندهم إله اسمه قي. وقي ده لو أنتوا عندكم وقت ممكن تتفرجوا عليه وعلى تماثيله وحضرته، قصة كبيرة قوي. هنا إذا كانت الست ديت عملت كده، لكن برضو من الناحية التانية سليمان كملك في ارتباطه بربنا وفي السمعة اللي أنشأها في العالم كله، جعل إن الناس تعمل إيه؟ تيجي تشوف إيه الراجل ده؟ في إيه؟ إيه الفرق اللي عند الراجل ده؟ إحنا أحياناً أسمعها ديت في بعض المسيحيين، يجي لهم واحد يقول له أنا عايز أعرف إيه سر السلام اللي فيك ده؟ إيه اللي فيك؟ احكي لي أنت إيه اللي عندك مختلف عن عندنا؟ يقول وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب. شوف الكلام، سمعت منه لإيه؟ لمجد الرب. لمجد إيه؟ الرب. ياريت إن إحنا يعني لما نشوف الناس اللي ممكن يكون ربنا مديهم، ما نشوفش مجرد بس عربيتهم وبيوتهم وإمكانياتهم، نشوف مجد ربنا اللي في حياتهم. ولو أنت هذا الشخص اللي ربنا مديله، اعرف إن أهم وأغلى حاجة عندك هي إيه؟ هي ربنا. عارفين المثلة بتاعت الملكوت؟ تاجر باع كل ما يملك واشترى إيه؟ لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئاً على الأرض. فده الشيء الجميل اللي هو شد هذه المرأة على الرغم إنها بتعبد، لأن على فكرة زمان برضو كان ممكن إن هم يشوفوا الآلهة ويعبدوها، يعني ممكن يشوفوا إله، إله سليمان ده شكله إيه، وممكن تعبده. حصلت في بعض الإيه الأوقات. فأتت لتمتحنه بمسائل، يعني جاية إيه، أنا سمعت بس أنا عايز إيه أتأكد، عايز أشوف. هنا هنلاقيها هتقول جملة بعد كده لطيفة جدا. أنتوا عارفين إحنا دايما في حاجة اسمها رحلة الخبر. عارفين رحلة الخبر؟ رحلة الخبر، الخبر بيحصل له رحلة. عارفين تسمعون الكريستاليزيشن، كريستالة تتولد إيه، حاجة صغيرة قوي كده، وما تحطها في محلول مركز تلاقيها عملت إيه، تكبر تكبر تكبر. فالخبر كده، تلاقي الخبر قد كده هو، وعلى بال ما يوصل حتة بعيدة تلاقي الخبر ده بقى إيه، قد كده. ليه؟ لأن إحنا بنحب إن إيه نزود ونبين ان احنا عارفين ان الناس ما تعرفوش، يعني فبنحب ان ايه نديها شويه فليفرز كده. الست دي هتقول قول بقى يعكس القاعده دي خالص، هتقول له اللي انا سمعته عنك نص اللي انا ايه شفته. تخيل يعني اللي هي هتشافته وهتتعامل فيه معاه احلى بكتير خالص من اللي هي سمعته عنها. لمجد الله في الإنجليزي بخبر سليمان فيما يتعلق باسم الله، وفي الترجمة اليسوعية بخبر سليمان واسم الله. فخلي بالكوا دي برضو نقطة مهمة جدا، إن أنا مش بقدم نفسي، ده حتى لو أنا مشهور، لكن دايما ربنا ظاهر في حياتي. يعني الأخبار اللي هي سمعتها مش سمعتها بس عن سليمان، ولكن سمعت أيضا عن إله، الإله العظيم يهوى الذي يعبده سليمان. فأداله فهم وحكمة نادرة جدا. درجة أقول لكم حاجة كده لطيفة من ضمن الحاجات اللي تقال عن قعدة ملك سبأ، بيقولوا إن هي حبت تمتحنه في الحكمة بتاعته. فقالت له إيه؟ قالت له أنا هحط قدامك بعيد جدا وردتين، وردة طبيعي وردة صناعي، وعايزاك تقدر من غير ما تتحرك من مكانك تعرف مين الطبيعي ومين الصناعي. حد يقدر يعرف يعملها ازاي؟ قال لهم ائتوني بنحلة، فجاب نحلة وأطلقها، فالنحلة راحت وقفت على الوردة الطبيعية، وقفتش. شوف الحكمة. فهي كانت جاية تمتحنه يعني. لا مش بلاستيك، ده هم كانوا شاطرين جدا، مش لازم بلاستيك،
يعني أي نوع من الحاجة الصناعية ده. كانوا بيعملوا الشمعدانات كانت بتتعمل ورد من الذهب. لا يعني يقدروا يعملوا لك أي حاجة ويلونوها. شوف ألوان قدماء المصريين، احنا لغاية دلوقتي مش عارفين الكيميكال كومبوزيشن بتاعها. فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال، بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثير جدا وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها. زيارة ملكية، عارفين لغاية دلوقتي أي حد يزور كملك أو حتى رئيس أو أي حاجة، في البروتوكول دايما في حتة تبادل الإيه؟ الهدايا، وكل واحد وقيمته بقى. فهي جاية الواحد قيمته كبيرة قوي، وهي أساسا عايزة توريله أن هم ناس إيه؟ يعني غني قوي. لكن أنا مش واقف قدام الهدايا والحاجات دي كلها، لكن بفتكر فيها من له يعطى فيزداد، يعني علشان هو عنده كتير فبإيه؟ بيجيله أكتر. لكن اللي عجبني قوي كلمته بكل ما كان بقلبها. لو أنتوا تعرفوا في البروتوكول بتاع البوليتكس وكده، الكلمة بإيه؟ بحساب، بالشوكة والسكينة، ما تزيدش وما تقلش، لأن ممكن تعني معنى يودينا في سكة تانية خالص. لكن نتيجة حكمة ربنا ونعمة ربنا اللي كانت في هذا الملك، كان سهل عليها كملكة إنها تكلمه بكل ما كان في قلبها. حديث القلوب بلا حدود، حديث العقل ملآن حدود، حديث الفم ماسخ ملوش طعم، حاجة كده كلمتين وخلاص. فالحديث اللي من الفم ده يعني بيدوب بسرعة، الحديث اللي من العقل فيه حوارات، لكن الحديث اللي من القلب هو دوت اللي إيه؟ يبقى ويؤثر. عشان كده يقول لك إيه؟ حديث من القلب للإيه؟ للقلب، تلاقي معناها تأثير كبير. فأخبرها سليمان بكل كلامها. يعني إيه؟ هي كان عندها أسئلة كتير عايزة تسأله فيها، عايزة تسأله عن إلهه، عايزة تسأله عن المجد اللي هو فيه، عايزة تسأله عن المملكة اللي هو أسسها، عايزة تسأله عن بيت ربنا، عايز تسأله عن الأساطيل، عايز تسأله عن حاجات كثيرة جدا. فيقول هنا زي ما هي كلمته ما كان بقلبها، يقول أخبرها بكل كلامها. يعني أي حاجة هي عايزة تعرفها هو إيه؟ رد عليها. وده طبعا حاجة جميلة جدا. أكيد هي كان معها موكب كبير ومن الرؤساء بتوعها والكلام ده كله. لم يكن أمرا مخفيا عن الملك. في عرف السياسة ما فيش حاجة كده في الدنيا، يعني ما فيش. احنا بعد كده هنيجي، الملك كان طيب وناس جم ظروف ورى لهم الآنية بتاعت بيت ربنا، فراح ايه؟ خدوها، بعتوا له خدوها. ففي السياسة ما فيش حاجة كده ان انت ايه؟ تفتح. لكن امتى ممكن تفتح؟ بالحب وبالحكمة. أنا شفت المثل ده واضح في البابا شنودة. يعني البابا شنودة كان عادات كده في الكليرجي ميتنج اللي في بوسطن دي، كان يحكي لنا عن رحلاته في بلد من البلاد، يعني مفيش داد على ذكر اسمها، صعبة يعني. وإزاي إن هو يقعد يتناقش معاه مع الرئيس ويعرف يوصل له ويتحط في أسئلة يعني أبيض وأسود، يعني ما فيهاش إيه. لكن إزاي إن هو في الآخر يستطيع أنه يترك تأثيرا إيجابيا جميلا في هذه النفس التي إيه؟ أمامه. فهو أفادها بكل إيه؟ شيء. على فكرة في عرف الناس لو حد اتكلم معاك وحس أن أنت كده يعني بتتكلم بطريقة فيها، مش عايز أقول لف ودوران، يعني تنقيت كلام كتير، يقول لك فلان ده إيه؟ أنتوا عارفين يعني دوله صفة مش حلوة كده. لكن حلو لما يبقى الحديث من القلب ويجر ويأتي به كل شيء. إيه اللي خلاه يتكلم بكل شيء؟ لأن هو أساساً كان بيتكلم عن ربنا، وكان بيتكلم من حكمة أعطاها له ربنا. يعني أي حاجة هو عارفها قال لها عليها. فلما رأت ملكة سبأ
كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه. طبعا هي بتتكلم هنا على بيت ربنا وبيته. وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب لم يبقى فيها روح بعد. عارفين يعني ايه لم يبقى فيها روح بعد؟ يعني اتخدت خالص. يعني هو وراها كل حاجة، لكن قبل الحاجات المنظورة وراها ايه؟ حكمة. مين منظور؟ يعني انا النهاردة لو عايز اوريك حاجة ابهرك، اوريك حكمة ولا اوريك حاجة مادية؟ مادية. لكن هنا هو وراها ايه؟ اقول لكم عشان كده لو لم تكن له حكمة كان من الخطر ان هو يوريها اي حاجة من دول، لكن بما ان هو عنده حكمة هو يستطيع ان ايه؟ ان يريها كل هذا. لكن هنا بيورينا حكمة سليمان وقدرته على تدبير المملكة وقدرته على الأسئلة، بتورينا قدرته على البناء اللي بناه اللي هو بيت ربنا، وبيورينا مظاهر العظمة اللي أحط نفسه بيها من ناحية الأطعمة. فاكرين الأطعمة اللي كنا بنتكلم عليها مخصصات الملك قد إيه كان؟ وهذا المجد لم يكن لسليمان فقط ولكن كان لكل العاملين معه، وده شيء برضو كتير احنا ما بنعملهوش. يعني احيانا احنا نحيط نفسنا بالعظمة لكن من بعدية انا ايه؟ مفيش. لكن هنا يتكلم على ايه؟ يقول مجلس عبيده، مش العبيد هنا اللي هم سليفز، العبيد هنا اللي هم زي يعني الحواليه، لان العبيد اللي هم السليفز ما بيقعدوش في مجلس. وموقف قدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته، كل حاجة حواليه كانت بايه؟ بمجد. كل حاجة حواليه كانت بمجد. الآية اللي قالها في الأمثال قال إيه؟ غرست جنات وفراديس وما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهما. شوف القدرة قد إيه كان. بس للأسف طبعا ياريت إن دي إن الحكمة بتاعت سليمان كانت تربطه بربنا بس ما تدخلوش فيه إمكانيات الأرض. حتى المحرقات والذبائح كانت تتعجب فيها. طبعا لم يبقى فيها روح، يعني فقدت وعيها من شدة الإعجاب وعظمة سليمان. فقالت للملك: صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك. صحيحا الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك. قبل ما نكمل مع سليمان، بس عايزين إيه عشان ما نبقاش سليمان السنتر بتاعنا. السيد المسيح لما جاب سيرة الست ديت كان في موقف إيه؟ قال لهم إن ملكة التيمن جاءت من أجل أن تسمع حكمة، وهو ذا أعظم ها هنا، هو ذا أعظم من سليمان ها هنا. طب إيه بقى الموضوع بالنسبة لي؟ هذه الإنسانة على الرغم أنها ملكة ولها كل شيء، عندما سمعت عن هذا الإنسان الحكيم الملك القوي تكبدت عناء شديد جدا لكي تراه وتسمع منه. وإحنا عندنا المسيح اللي بتقول عنه الكتاب كده المزخر فيه كل كنوز الحكمة، الكلمة، اللوجوس، عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. أنا قد إيه بتعب من أجل أن أنا ألتقي بالمسيح؟ ده سؤال مهم لكل واحد فينا. إيه المجهود اللي أنا بعمله عشان أعرف المسيح وأقرب منه؟ بولس الرسول قال إيه؟ خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لأجل فضل معرفة ربنا يسوع المسيح. يعني أي حاجة تمنعني، أي حاجة تمنعني من معرفة المسيح مش عايزها، ملهاش لازمة عندي. احنا طبعا لو حطينا الموضوع ده قدامنا بتدقيق هنلاقي ان احنا كتير من أجل أمور أرضية احنا بنفضل ما نعرفش الايه المسيح. أحيانا بتحصل بطريقتين.
طريقة إن أنا بقى محطوط في اختيار، فاختار البعد عن المسيح لأن أنا مش عايز الحكمة بتاعته دي. وأحيانا عارفين الجهل أحيانا بيبقى حلو ومريح لبعض الناس، لكن اللي يعرف المسيح ويدوقه، وحلو جدا احنا بنقول الكلام ده واحنا في الايه داخلين على معجزة المولود أعمى، لأن المولود أعمى المسيح قال له ايه؟ أتؤمن بابن الله؟ قال له ايه؟ أؤمن يا سيد، وسجد له. المولود أعمى استطاع أن يلتقي بالمسيح متكبدا كل إهانات الناس والأبو وأمه والكتبة والفريسيين وكل، أنتوا فاكرين حوالي 5-6 خطوات كده كل شوية يجيبوه يهزقوه يبعتوه يجيبوه عشان عايزين يقول كلمة على المسيح. فأنا ده السؤال اللي بسأله لنفسي، هو هذا يوجد أعظم من سليمان ها هنا؟ فقالت للملك: صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضك عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي. فكرتني بيوحنا، قال إيه؟ سمعناه بأذننا، دلوقتي إيه؟ لمسته أيدينا. إحنا أحيانا كتير بنكتفي بالخبرة السماعية عن المسيح ونركنها على الرف لما نتزنق نقول له احنا عايزينك، لكن في خبرة تانية اسمها الخبرة الاختبارية. الخبرة الاختبارية ديت بتبقى عشرة فيها مواقف كتير هو وراها لك ايده فيها. يبقى هي جت وشافت بتقول له: لم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي. فهو وزن نصف لم أخبر به، هو وزن نصف، يعني كل اللي قاله لي ده نص الحقيقة. احنا دايما لما بنقول خبر بيبقى ايه؟ 300% من الحقيقة، مش كده؟ انا جبت بطيخة قد الفيل، شي بطيخة قد الفيل او الخبر كده. كل واحد اصل احنا عارفين احنا كتير بندور على word of appreciation، يعني نوع من، في كل واحد عايز يسمع كلمة ترطب نفسه كده، يعني يحس ان هو ايه مهم وحلو كده ومحدش يقدر يستغنى عنه يعني. فتبص تلاقيه ايه، لو الناس ما قالتلوش هو ايه يقول كده، علشان انت في الاخر. وبعدين في الاخر عارفين في مثل صعب يقول ايه، يقول ايه؟ سكت ظهرا. يا ريتك كنت سكت، خليتك هيك. لان احيانا في ناس بتبقى وهي ساكته ايه بيفتكروا ان هي ممتلئه حكمه، لكن للاسف يعني هو ظن نصف لم اخبر به. عايز اقول حاجه تانية في النصف لم اخبر به دي، ان الست دي كان عندها من القدره والذكاء ان تغوص في سليمان وتأتي بما لم يره الآخرون ويدركوه ويتكلموا عنه. ودي بتبين الفرق بين كل واحد فينا والتاني في قدرته على امتصاص الفائدة الروحية في أي حاجة هو بيعملها. انت بتقرأ، ديك مثل بسيط، بتقرأ إصحاح في الكتاب المقدس، كتاب يقول يخرج من كنز جددا وعتقاء، في واحد يستطيع ان هو ايه يجد تعزيات كثيره، واحد جميل الاصحاح ده اثر فيا، اثر فيك لغايه الساعه كام كده، لغايه امتى؟ لكن في حد كده انا اقدر اقول ان ملكه سبا كانت من الحكمه والقدره انها تغوص داخل سليمان وتجد من حكمته ما لم يتكلم به الذين أرادوا أن يتكلموا عنه بالإيه. إحنا أوقات نمدح ناس بحاجات ولما نيجي نقرب منهم روحيا نلاقي فيهم حاجات أكتر بكتير من اللي إحنا بنقوله.
طب إذا أنت شفتي بقى هتعملي إيه؟ تقول له زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. يعني أنت الحكمة والصلاح اللي فيك أكتر بكتير من اللي أنا سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. مش تقول له بقى أنت رجالتك دول ظلموك ما قالوش فيك اللي مفروض، لا ده هما إذا بتقول لهم بتقول له طوباهم يعني سعادتهم، كلمة طوبى يعني سعادة، فبتقول له طوباهم إن هما واقفين عشان يسمعوا إيه حكمتك. ودي نفس المدرسة اللي احنا الكنيسة بتعايشنا فيها في حياة التلمذة. يعني في الرهبنة مثلا ما بيدلهمش كتب يقروها قد ما بيدلهم بيدلوا شيخ يتلمذ إيه على قد إيه. وانتوا عارفين القصة المشهورة بتاعت الإيه الشيخ اللي ادلوا واحد وإيه قالوا له تلمذه، فكون بعد أسبوع اتعلمت حاجة؟ لا متعلمش حاجة. أسبوعين مفيش، ثلاثة مفيش. فراحوا للشيخ قالوا له يعني الراجل ده يعني قاعد معاك كده يعني، فقال لهم إيه؟ إن لم يستفد من صمتي فلن يستفد من إيه؟ من كلامي. سامحوني في اللي هقوله ده، أحيانا إحنا بنعجب بكلام ونردده كأبواق، بينما الإنسان في فرق بين تسليم الكلام وتسليم الحياة. تسليم الإيه؟ الحياة. إن أنت يقولك أنا تلميذ فلان، دي طريقة حياة. الجامعات العريقة في إنجلترا وكده كانوا يأثروا في الناس في طريقة كلامهم، طريقة لبسهم، طريقة كتابتهم. الكليات العسكرية هنا في أمريكا كده تلاقي إنهم بيسلموا إيه؟ حياة. بيسلموا إيه؟ حياة، أسلوب حياة. فهنا بتقول له يا سعادتهم الناس اللي واقفين يسمعوا حكمتك، ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك. كلام ايه جميل، ان نجاح سليمان كان نتيجة ليه ان ربنا يبارك من هذه الانسانة التي لا تعبد اله سليمان. وهنا دي طبعا نقطة جميلة، ان احنا في وسط عالم يعني المجتمع اللي احنا عايشين ده فيه هيتروجينوس، يعني ما احناش مثلا في جو كلهم مسيحيين او كلهم ديانة واحدة، احنا عايشين في جو كله ايه اشكال والوان. الشطارة هنا ان انت الحياة اللي فيك والحكمة اللي فيك الناس دي تشوفها وتعرفها. انا قلت لكم كتير الكرازة بالحياة اقوى كثيرا من الكرازة بالايه بالكلام. انا بضحك لما الاقي واحد واقف على الركن كده وماسك له ميكروفون وعمال يوعظ. يا ابني الوعظ مش كده، الوعظ اسلوب ايه حياه. تعرفين قصه مدرس الانجليزي؟ مش هكررها لكم، اللي راح الهند وقالوا ما تتكلمش ومشوه، جاب واحد تاني وبرضه الناس امنت ليه؟ تعرفهاش؟ كان في مدرس انجليزي روح الهند يدرس انجليزي، يعني طبعا الهند كانت مستعمره هناك، فطبعا هم كان المنطقة اللي فيها المدرسة دي ما فيهاش مسيحيين، الهند فيها كل أنواع الديانات. فقالوا له ما تكلمش عن الدين، يعني دايما دايما يقولوا لهم كده، يعني فيش ريليجن في الكلام. فأول واحد اتكلم فكانوا حاطين له جاسوس في الفصل فمشوه. تاني واحد مضوع على إن هو ما يتكلمش وفعلا ما اتكلمش، ولقوا برضو الأولاد بيتحولوا للمسيحية. فالجاسوس بتاعهم قال لهم ما تكلمش وما قالش حاجة. فلما سألوا الأولاد قال لهم إيه؟ احنا امننا بالمسيح من اجل اسلوبه، مش هو ما كلمناش خالص عن المسيح، لكن احنا حبينا ان احنا نبقى زيه. وده مهم جدا، لان الرب احب اسرائيل الى الابد. يعني كون ربنا علامة حب ربنا لاسرائيل ان هو يبعت سليمان ويديله حكمة. خدين بالكو كده، يقول لك الرب مبارك الرب إلهك الذي سر بك. يعني ربنا شافك كده ان انت انسان تستطيع انك تاخد المهمة دي، وجعلك على كرسي اسرائيل، يعني ملكك مصدره ربنا. لان الرب احب اسرائيل الى الابد جعلك ملكا لتجري حكما وبرا. مش كده؟ يعني ما ربنا يحب العيال يبعت لهم جود بيرنس، مش كده؟ دي من محبة ربنا ان هو يدي
ودي اللي احنا في آية بتقول كده ان هو يعطي شعبه يرعوهم بالايه؟ بالحكمة والفهم. فالست دي مدحت ربنا لانه اعطى ان سليمان يبقى هو الملك. وبعدين اعطت الملك 120 وزنة ذهب. احنا قلنا الوزنة كذا شيقل والشيقل كذا جرام، فبالتحويلة بسيطة كده تطلع 120 وزنة دول 5400 كيلو ذهب. هدية بسيطة كده يعني، ايه ملوك. اعطت الملك 120 وزنة ذهب واطيابا كثيرة، ده دي شغلتهم بقى، وحجارة كريمة لم يأتي بعد مثل ذلك الطيب في القصر. خلي بالكو، ربنا بيسمح ان انسانة مش من شعب الله هي اللي تقدم كل الحاجات ديت، لانها انجذبت الى الحكمة التي فيه سليمان. الذي اعطته ملكة سبا للملك. طبعا هنا حتة كده اعتراضية اية 11 عشان ما يبينش بس ان هو يعني كان مستني الخمس تلاف وربعمائة كيلو بتاعتها ديت، هيورينا ان هو الرجل نفسه كمان عنده ايه خير كتير. وكذا سفن حرام. سفن حرام دي اللي هو حرام ملك سور كان عامل اسطول هو مع سليمان، التي حملت ذهبا من اوفير. يبقى هو اوريدي عنده ذهب، اتت من اوفير بخشب الصندل كثيرا جدا وبحجارة كريمة. خشب الصندل خشب لونه احمر، ريحته حلوة ولين. يعني ايه لين؟ يعني مش كل انواع الخشب تقدر تشكلها، لكن الخشب اللي بيتشكل لازم يكون الخشب لين، لما يجي يتني كده ما يتكسرش وما يرجعش تاني. فعمل سليمان خشب الصندل دربزينا لبيت الرب. وده جمال سليمان، انه لما تيجي له حاجه حتى داود ما ياخدهاش لنفسه، الاول يكفي بيت ربنا، وبعد ما يكفي بيت ربنا يبتدي يدور على نفسه. فعمل دربزين. انتوا عارفين الدربزين دايما بيبقى فيه الزوايا والحواديات والكلام ده كله، فخشب الصندل كان احسن حاجه. الدربزين اللي البيت ربنا ده كان بين منطقه الكهنه والشعب، لان في منطقه كان يخش فيها الكهنه اللي فيها المسبح والمرحضه او البحر، وبعد كده الشعب كان في الحته اللي بره. وبيت الملك واعوادا وربابا للمغنيين. عود، عارفين العود؟ لو انتوا شفتوا العود بيتعمل ازاي، بيتعمل زي فريم خشب، وبعد كده يتعمل عليه الخشب دوت ويتثبت عليه لغايه ما يطبع، وبعدين يشيل الفريم ويبتدي يعمل يكمله ويحط له الاوتار وكده. وربابا للمغنيين لم ياتي ولم يرى مثل خشب الصندل ذلك إلى هذا اليوم. يعني الكواليتي بتاعته كانت إيه؟ أحسن حاجة. هنا يعني أنتوا شايفين إن لا في حروب ولا في مشاكل وفي غنى وفي مجد. ليه؟ لأن لما طلب من ربنا طلب إيه؟ حكمة. أنا مبسوط إن احنا نختم بالإصحاح 10 ده قبل العيد، لكن الإصحاح الجاي للأسف في زيجات وأعداء وموت 11، لكن النهاردة كله إيه؟ كله مجد. وأعطى الملك سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت، عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سليمان، فانصرفت إلى أرضها وفيه هي وعبد. يعني إيه الكلام ده؟ هي طلبت منه حاجات، أنا عايزة ده وده وده وده، فكل اللي هي عايزاه إدهولها. وفوق كده بقى هو بقى الايه، يعني احنا عايزين الازواج يعملوا كده مع الزوجات، اللي هي تطلبه تجيبه لهم، وفوق كده الهدية بتاعتك انت بقى، واخد بالك؟ يعني مش انت تقول انا جبت لها اللي هي طلبته، لا، اللي هي طلبته ده. على فكرة انا مش بضحك، انا بتكلم جد. في الارت اوف جيفينج ما تقدرش تدي هدية لحد طلبها. يعني انا لو قلت لك هات لي دي يبقى مش هدية، ده انا طالبها،
يعني انت لو ما جبتهاش ده فيها مشكلة تانية، يعني فيها بونة بقى وقصص كده. لكن لو انت طلبت دي ما تبقاش هدية. الهدية هي ايه؟ هي ما لا تطلبه. يبقى هنا ملكة سبا خدت اللي هي عايزاه، هي جاية وشافت حاجات ما شافتهاش في المملكة بتاعتها فطلبها، عايزة من ده خدي كل اللي هي عايزاه ايه؟ خدته. وبعد كده هدايا الملك بقى، تخيل هي جايبه له 5400 كيلو ذهب وطيب وصندل والحاجات دي كلها. فيعني سليمان بقى لما يدي، انت عارفين طبعا انا مش مهمنيش الكلام ده كله، بس انا عايز اقول لك ايه، زي ما انت تيجي تطلب من ربنا حاجه ويقول لك ايه، لا ده مش تخد عليها، تعطى لكم وايه تزاد. الهدية اللي ربنا بيديها هي الملكوت، هي الملكوت هي اللي محدش يقدر ايه يديها لك. لكن تقول له بقى صحة وفلوس وعيال وقصص دي كلها، دي اتحطت تحت كلمة ايه؟ تزاد، تعطى وتزاد. فسليمان على فكرة بيمثل المسيح في العصر المسياني، في المسيح في المجد. وده بيوريك انت لما تيجي تاخد من ربنا، ربنا يعطيك سؤل قلبك وبعد كده يعطيك ايه؟ ما لأبديتك. ولما السيد المسيح قال لنا هو ذا أعظم من سليمان هنا، قال لنا كده على أنهم يأتون من المشارق والمغارب ويتكون فين؟ في حضن إبراهيم. يعني الناس اللي هي ما كانتش شعب هتيجي وتاخد مكان. دي نقطة مهمة، احنا اتولدنا في الإيمان عشان كده حاسين نحنا يعني عندنا كل حاجة يعني. لكن الناس اللي بتتولد اللي بتبقى من برة وتخش وتبتدي عشرتها بربنا بتبقى أكثر حرارة، لأن هم بيقدروا اللي احنا فيه. الجزء الباقي بيتكلم على عظمة سليمان، كل اللي فات ده دي زيارة ملكة سبا. وكان وزن الذهب الذي أتى سليمان في سنة واحدة 666 وزنة ذهب، 666 وزنة تقريبا كده، دول يطلعوا 30,000 كيلو. 30,000 ايه؟ حوالي 29,900 وحاجة كده. بس هنا في حاجة ما نعديش، 666 ده رقم الوحش، ده رقم الايه؟ خلي بالكوا لما نتكلم على حاجة في الرموز في الكتاب المقدس تاخدهاش لترال بمعنى يعني مفهوم واحد، لان الذهب بيرمز للاهوت. لكن لما يتكلم على ذهب الأرض ويتكلم على 666 يبقى خلي بالك بقى إيه، إن أحياناً العطية دي ممكن تضيع. البابا شنودة دايماً كان يقول إذا ربنا أدالك موهبة لا تطلب موهبة ولكن أطلب اتضاع يحمل موهبة. الاتضاع عامل زي السياج اللي بيحافظ على الحاجة، ما تبقاش إن أنت تضيع بسببها. فطبعا 666 وزنة ديت اللي هي بالضبط 29,970 كيلو، دي للأسف الغنى الزائد ده هيكون مقدمة لحياة الرفاهية الشديدة اللي خلت سليمان يظن أنه ملك كل شيء، ما عدا الذي من عند التجار وتجارة التجار. يبقى كل ده جهله غير اللي عند التجار. اللي عند التجار ده غالبا بيقولوا ان سليمان كان بيدي فلوس للتجار ويتاجروا، يعني بارتنرشيب، يديهم فلوس ويطلعوا رحلات ويجيبوا. لكن تجارة التجار ديت اللي هي الايه؟ الضرايب، ديت اللي هي الكاستمز يعني. وبيقولوا كده في الكتاب المقدس لو تعملوا بايبل تريفي، يعني ان اول مرة يذكر على فرض رسوم على التجارة في العالم كانت أيام سليمان، اللي هي يقول لك إيه، وتجارة التجار، ده التاكسز اللي هم كانوا بيدفعوها. وجميع ملوك العرب وولاة الأرض
كل دولت عمالين يدوا. وعمل الملك، طب هتعمل ايه بالذهب ده يا سليمان؟ طبعا كل الناس دي جميع ملوك العرب اللي هم القبائل اللي كانش فيه ملوك بمعنى كده، لكن هم رؤساء القبائل يعني كانوا بيحطوا نفسهم في كباستي ملك يعني اللي حواليه. ولاة الأرض الرؤساء في بلاد هم كانوا أخضعوها بياخدوا منهم جزية وبياخدوا منهم حاجات. فالمعنى هنا إن سليمان كان عنده دخل كبير جدا وكان في ازدهار اقتصادي كبير جدا، وده اللي بيخلي اليهود طبعا ينظروا إلى سليمان الملك ومملكة سليمان على إن ديت أعظم فترة في تاريخهم. يعني داود صح هو الكبير، بس داود كان فترة حروب وتأسيس مملكة، لكن فترة الرخاء هي فترة سليمان. وعمل الملك سليمان 200 ترس، ابتدى بقى يستخدم الذهب ده إنه يحيط نفسه بإيه؟ بمظاهر من الأبهة. 200 ترس من ذهب مطرق، خصص ترس الواحد 600 شاقل من الذهب. يعني ابتدى يعمل الأسلحة بتاعت الجنود من الذهب. دي لها تأمل روحي جميل. هي ايه؟ احنا محاربتنا مش مع ايه؟ دم ولحم. وفي موضوع الأرمور أوف جاد بولس الرسول لما اتكلم على أسلحة محاربتنا الروحية، فلما تبقى أسلحة محاربتك الروحية ذهب، كأنك انت ايه بتحارب بمين؟ بربنا. تحارب بربنا. الرب يدافع عنكم، الرب يقاتل عنكم، وأنتم متمسكون بالسلام، holding peace. فده دي الناحية الروحية فيها. لكن هو ابتدى يعمل بقى في الحاجات ديت، و300 مجن من ذهب مطرق. ذهب مطرق يعني ذهب مدقوق. خص المجن 3 أمناء من الذهب وجعلها الأمناء الأمن الواحدة 100 شاقل، وجعلها سليمان في بيت وعر لبنان. بيت وعر لبنان احنا اتكلمنا عليه، قلنا ده ما كانش في لبنان لكن كان في منطقة غابات، فكان بيظن انها زي لبنان، لكن ده كان تقريبا ده الحكومة بقى، ده السكنات بتاعت الجيش وكل ده. فدي كانت حاجات هو بيستخدم فيها الذهب دوت نتيجة الغنى الشديد اللي هو كان فيه. جه بقى عمل عرش. انا حاولت اشوف لكم صوره العرش سليمان زي ما مكتوب هنا، ما لقيتش حاجه كويسه، فما حبيتش يعني اسيبكم لخيالكم، لان هو الحقيقه لا يصلح الا انكم تتخيلوه. وعمل الملك كرسيا عظيما. كرسي ده كان يحطه في دار القضاء. دار القضاء دي كان المكان اللي هو يقعد فيه يقضي للناس، فكان يحب يضيف على نفسه ايه نوع من ايه العظمة والأبهة كده، او ده كان المكان اللي يلتقي فيه كمان بالضيوف زي ملكة سبأ وغيرها. وعمل الملك كرسيا عظيما من عاج وغشاه بذهب أبريز. العاج ده اللي هو سن الفيل، يعني مش عامله من خشب. طبعا دلوقتي الانيمال رايتس يعني زعلوا، ممنوع دلوقتي صيد الفيل، فكان عامله الكرسي كله من العاج، وبعد كده عمل ايه؟ غشاه بالذهب. بذهب ابريز. ذهب ابريز يعني ذهب نقي. عارفين الذهب عيارات، انتوا هنا في امريكا حرام متعودين على عيار ايه 8 و10 وربنا ينفخ في صرهتك 14، لكن ده عيار كام؟ 24، 99.99%. اعمل التسعات اللي في نفسك كلها. 4 تسعات، زعلش. أنا جواهرجي بقى، فأربع تسعات. فذهب صافي. يعني إيه ذهب صافي؟ الذهب اللي في إيدك ده ماما مخلوط، في نحاس، وفي نحاس أو فض. لكن لما يبقى ذهب بريز يبقى ذهب إيه؟ خالص. بس الذهب الخالص بيبقى ضعيف طري، وعشان كده عملوا منه شرائح او رقائق قدروا ان هم يغطوا بيها العاج. وللكرسي 6 درجات.
الحمد لله احنا عندنا في الكهنوت كرسي الاسقف او البطرك كام؟ ثلاثه، اللي هي الشموسيه والقسيسيه والثالثه فوق الاسقفيه. يعني اي كرسي اسقف لازم يبقى ثلاث درجات. لكن سليمان كان عامل سته، كان هيطلع السماء كويس، كان عامل سته. وللكرسي راس مستدير من ورائه. الحقيقه دي فيها كلام كتير. في ناس قالت ان الجزء الخلفي ده نهايته دايره، وفي ناس قالت ان هو ليه قبه زي كرسي البطرك او الاسقف، ف whatever يعني. فالدايره بتمثل ايه؟ لا نهايه. او على فكره ده مش عرش داوود او عرش سليمان، ده بالنسبه ل... ويدان من هنا ومن هناك على مكان الجلوس، مساند يعني، واسدان واقفان بجانب اليدين. يعني الايد نفسها عليها ايه؟ اسد. في كراسي بتتعمل كده، الايد نفسها مش الاسود اللي بتبقى قدام، لا ده الايد نفسها المسند اسد. وأسدان واقفان بجانب اليدين، وإثنى عشر أسدا واقفة هناك على الدرجات الست من هنا ومن هناك. يعني الست درجات على كل درجة في إيه؟ أسدين. كل سلمة يطلعها بإيه؟ بأسدين، لغاية ما يطلع الستة يبقى 12 أسد وأسدين على إيه؟ طب إيه جنينة الحيوانات دي كلها؟ دي مش جنينة حيوانات، دي غابة. قالوا ال 12 أسد اللي على الست سلالم دول بيرمزوا لأسباط إسرائيل الاثنى عشر. أسباط إسرائيل الاثنى عشر. أما الأسدين اللي على جناب الكرسي فده بيرمز للقوة، لأن ده الأسد الخارج من سبط يهوذا، فبيرمز إلى القوة بتاعت الملك. لم يعمل مثله في جميع الممالك وجميع آنية شرق. دي لسه حاجة جديدة. طبعا يعني حتة الأسود عشان يوريك رمز القوة وإن هو الملك وعدم الإيه؟ الخوف. كل دي كانت من مظاهر الإيه؟ الأبهة اللي سليمان أحط نفسه بيها. وجميع آنية شرب الملك سليمان من ذهب، وجميع آنية بيت وعر لبنان من ذهب خالص. كل حاجة عملها ذهب، يعني دار الحكومة وبيته كلها ذهب. لا فضة، لا فضة، هي لم تحسب شيئا في أيام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أي حد لابس فضة يبقى حرام غلبان، يعني بيعتبروها زي التراب، يعني ملهاش لازمة، يعني مش كده؟ الآباء يقولوا لنا حاجة مهمة قوي في دي. الذهب هنا بيرمز إلى إيه؟ عمل الله، اللاهوت. والفضة بترمز إلى عمل الإيه؟ الأرض. فبيقول من يقتني الله لا ينظر إلى شيء آخر. من يقتني الله لا ينظر إلى شيء آخر. ودي اللي بتحقق فيها الآية في المزمور، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. يعني الشهداء بتوع ليبيا مثلا، هم كانوا واقفين قدامهم الأبدية، الله والملكوت، وممكن ما يموتوش بس ينكروا. هل وكان ممكن يدوم فضة وده وفلوس وأي حاجة يعني، هل هم بدلوا؟ الذي يقتني الله لا يستطيع أن يقبل إيه؟ شيء آخر. ده نقطة في منتهى الأهمية. فبيقول الفضة هي لم تحسب شيئا في أيام سليمان. واللي يبقى مع ربنا أي حاجة بالنسبة له باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ده الكونكلوجن بتاع الرجل اللي كان عايش العيشة دي، اللي كان بيطلع على الست سلمات دول
والأسود والذهب والعاج ويشرب في كوباية ذهب ويأكل في كوباية ذهب. باطل الأباطيل كل باطل وقبض الريح. سليمان المال لم يخضعه بل كان إيه؟ يحيى لله، لأنه كان للملك في البحر سفن ترشيش. ترشيش ممكن تعني السفن الكبيرة، وممكن ترشيش تعني ترشيش اللي هي في أسبانيا، دولة يعني مكان. ما هنا قرود ليها معنى برضو. القرود في أفريقيا بس. كلمة سفن ترشيش زي ما بقول لكم في بيشرحوها بأكتر من معنى. ففي معنى معناها السفن الضخمة الكبيرة، ودي اللي تمشي معها أفريقيا إنها تروح في أي حتة. وفي معنى تاني إن ترشيش اللي هي الخط ده اللي هي بتروح لأسبانيا. بس هي في نقطة، سفن سليمان كانت تجول البحر. بمعنى إيه؟ أنا أتخيل إن سفن سليمان في الوقت ده كانت بتطلع من عند البحر الأحمر، عند الحتة بتاعت العقبة والحتة ديت، وتنزل على أفريقيا تلم القرود والطاووس وتنزل وتكمل وتيجي من إيه البحر الأبيض. فكل ده جايز يعني، احنا طبعا ما نقدرش نعرف الكلام ده. الرحلات دي تسجلت بعد كده وتسجلت بأسامي ناس، بس ممكن في الوقت دوت وفي المجد اللي الناس دي كانت فيه كانوا بيعملوا كده. حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطواويس. ف يعني حاجات كتير وخير كتير. فتعظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى والحكمة، وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان لتسمع حكمته التي جعلها الله في قلبه. يبقى الناس ما كانتش بتيجي عشان تاخد منه فلوس، الناس كانت بتيجي عشان تسمع الحكمة. الحكمة صدقوني أحبائي، الحكمة من اقتناها، الحكمة اللي نازلة من عند أبي الأنوار، مش أي حكمة. في فرق بين الذكاء والحكمة على فكرة. الحكمة النازلة من عند أبي الأنوار اللي اتكلم عليها يعقوب، من اقتناها هو يقتني الله، لأن الحكمة أقنوم الكلمة. فعشان كده يقول لتسمع حكمته التي جعلها الله في قلبه. فزع صيته والناس كانت تحب تيجي تسمع منه. وكانوا يأتون كل واحد بهديته بأنية فضة، على الرغم أن الفضة بقى كانت في الوقت ده ملهاش قيمة، وأنية ذهب وحلل وسلاح وأطياب وخيل وبغال سنة فسنة. وجمع سليمان مراكب وفرسانا، فكان له 1400 مركبة. سليمان قعد ملك 40 سنة، واثنى 10,000 فارس، فأقامهم في مدن المراكب ومع الملك في أورشليم. بقى عنده دولة بجيش بحكومة بكل الحاجات دي. وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة، وجعل الأرز مثل الجميز. كلام واضح مش كده؟ الذي في السهل في الكثرة. وكان مخرج الخيل التي لسليمان من مصر، يعني إيه؟ يعني بيستوردوها من مصر. مخرج يعني المكان اللي بتيجي منه كانت من مصر. وجماعة تجار الملك أخذوا جليبة بثمن. جليبة يعني تجلب شيء، فهم كانوا بيجلبوا حاجات قيمة معاهم في الرحلات بتاعتهم. وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر ب600 شاقل من الفضة، والفرس ب150. مصر كانت بتورد الحاجات ديت، المركبات وإيه والفرس الحصان ب150 شاقل. وكان لجميع ملوك الحيثيين وملوك أرام كانوا يخرجون عن يدهم. يعني كانوا هما بيستوردوا زي تجار ويدوا للملوك اللي إيه اللي حواليهم. طبعا دي الازدهار الشديد اللي كانت في المملكة في عصر سليمان، واللي قدر بيها ان هو من خلال حكمته
يثبت المملكة دي نمرة واحد، يقدم صورة جميلة عن الحكمة النازلة من فوق من عند أبي الأنوار اللي هو من عند ربنا، وفي نفس الوقت شعبه كان في حالة من الرخاء. بيقول لك الفضة مثل الحجارة في الشوارع، فالناس كانت في حالة من الرخاء، فطبعا كانت بتحبه كملك وكل الأمور بتاعته كانت كويسة. هل أنا أستطيع، بما أننا داخلين يعني على أبو كاليبس أو أبو الغلمسيس، أن أنا أقارن شوية شوية، علشان بس الحاجات دي ما تزغللش عينيكو، بما هو أعظم منها أورشليم السمائية اللي اتكلم عنها في سفر الرؤيا، المدينة التي لها الإيه؟ الأساسات. المدينة اللي لها الإيه؟ الأساسات. كل اللي انتوا سمعتوه من الذهب، وكل اللي سمعتوه من الغنى، وكل اللي سمعتوه من الحاجات ديت، ولا حاجة. ليه؟ لأن هذه المملكة كانت مجرد رمز، ولكنها إيه؟ انتهت. أما مملكة المسيح أو أورشليم السمائية فهي إيه؟ تدوم إلى الأبد. ربنا يديكوا نعمة وبركة، وإذا كنتوا ما لحقتوش تعيشوا في أورشليم اللي بناها سليمان وملك فيها، فإلهك القدوس مهيأ لك مكان في أورشليم السمائية. ليه؟ لكي يعطيك ميراثا لا يفنى ولا إيه؟ يضمحل. ميراث لا ينزع منك، ميراث إيه؟ لا ينزع منك. ربنا يدينا إن احنا تكون عينينا على السماء ومستعدين لهذا الميراث، والاستعداد إن احنا نكون بأبناء أمناء، نقتني الحكمة، نقتني المسيح فيملكنا، لأنه قال في بيت أبي إيه؟ منازل كثيرة، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. لو حاجة عجبكم الحاجات ديت، توب علشان تروح أورشليم السمائية. خلاص؟ في أي سؤال في الإصحاح ده؟ واضح ها؟ لا أبد. المهم إن احنا نطبق الكلام ده في حد. طيب، كل سنة طيبين. الجمعة الجاية جمعة تختم الصوم، فهتنصلي الأنديل وتدينه بالزيت. في الصبح هنبتدي الساعة 9 الصبح بباكر، وبعد كده هيبقى عندنا الأنديل، وبعد كده المزامير والقداس، فهنخلص على الساعة 2 تقريبا. الساعة 3 يبتدي الأنديل الثاني، وراء قداس من 4 ل 6.